بعد 8 سنوات من الغياب، أستيريكس يعود من جديد إلى المكتبات وإلى جمهوره الوفي. أستيريكس والبيكس هو عنوان العدد الجديد من السلسلة الشهيرة. المفاجأة هي أن ألبرت أديرزو واحداً من مبدعي هذه السلسلة ترك فرشاته وقلمه لثنائي شاب، هما كاتب السيناريو جون إيفيري والرسام ديدي كونراد. لا أخشى شيئاً وأتوقع قضاء وقت طيب، فالعدد جيد. العدد 35 من سلسلة أستيريكس سيأخذنا إلى اسكتلندا ومناظره الطبيعية الخلابة، حيث نكتشف وحش بحيرة لوخنس. أردت أنا وديدي أن يكون هذا العدد بمثابة التحية للسلسلة. ستلاحظون أنه يحترم أسلوب السبعينات. خلال إنجاز هذا العدد حامت شائعات بأنه يتضمن رسالة خفية بشأن الاستفتاء المقبل حول استقلال اسكتلندا. كاتب السيناريو جون إيفيري نفى ذلك. ذهبت إلى اسكتلندا لتوضيح الفكرة. الاسكتلنديون كانوا سعداء لأننا فكرنا فيهم. سألوني لماذا اسكتلندا بالذات؟ أعتقدوا أن السبب هو الاستفتاء، لكن هذا غير صحيح. شخصيا علمت بهذا الاستفتاء بعدما شارعت في كتابة السيناريو ولم تكن لدي أجندة خفية. أكثر من 2 مليون نسخة من أستيريكس والبيكس متوفرة حاليا في الأسواق الفرنسية والإيطالية. دار النشر سبق أن باعت 3 ملايين نسخة من أحد أعداد السلسلة الشهيرة، وتأمل أن يحطم العدد الجديد الرقم القياسي.